يبدو أن الأزمة السياسية في ليبيا تقترب من محطتها الأخيرة، فالطريق نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة عام 2018 في ليبيا بات ممهداً أكثر من أي وقت مضى، وسط آمال بأن تكون بداية نهاية لأزمة طال أمدها، رغم وجود مخاوف من إمكانية تصدر الأطراف المتشددة المشهد السياسي الجديد، الأمر الذي دفع لطرح العديد من الأسئلة التي من بينها: هل ستشكل الانتخابات القادمة مخرجاً للأزمة السياسية في ليبيا؟ انتخابات رئاسية ليبية تجرى بعد 7 سنوات من مقتل معمر القذافي الذي حكم ليبيا أكثر من 40 عاما. انتخابات ليبية تجري الآن بعد سنوات من الفوضى والخراب والحروب الأهلية الداخلية على الأراضي الليبية. فمن أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا في الانتخابات المقبلة هو سيف الإسلام معمر القذافي، والذي يحظى بدعم من قبل قبائل البلاد. وأعد سيف رؤية لمستقبل ليبيا التي سيعتمدها في برنامجه للترشح إلى رئاسة ليبيا، وتتضمن رؤية خطوات يطمح أن تتبعها الأمم المتحدة بدعم مجلس الأمن للخروج بليبيا من محنة المراحل الانتقالية إلى دولة مستقرة. وتتضمن الخطوات فرض الأمن والمصالحة وفقا للتوزيع الجغرافي في ليبيا من خلال خطة متكاملة لحفظ الأمن والاستقرار بمشاركة كل المكونات الليبية، كما تتضمن إجراء حصر وتعداد سكاني بإشراف الأمم المتحدة ومراقبة منظمات دولية مستقلة ذات خبرة في الاستفتاء والانتخابات، وإجراء استفتاء عام على كل القضايا الخلافية بين الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبين دوليين، حيث ينتج عن الاستفتاء دستور للبلاد ينظم الحياة العامة والسياسية، وأخيرا إجراء انتخابات عامة وفقا لمخرجات الاستفتاء والدستور الناتج عنه. يذكر أن سيف الإسلام القذافي كان قد اعتقل من قبل مجموعة مسلحة في الزنتان في أعقاب الثورة الليبية، وحكمت عليه محكمة طرابلس بالإعدام بتهمة جرائم حرب وقتل محتجين خلال الانتفاضة، لكن هذه المجموعة رفضت تسليمه إلى سلطات طرابلس وبقي في السجن إلى أن أقر البرلمان قانون العفو العام وأطلق سراحه في شهر يونيو الماضي. بدأ سيف الإسلام عمله السياسي داخل ليبيا منذ فترة مع الليبيين بعد أن أصبح يتمتع بحريته، حيث يتواصل مع القبائل الليبية لتحقيق مصالحة شاملة على الأرض، وأنه يملك حق المشاركة في العملية السياسية مثله مثل أي ليبي آخر.